دعني بداية أحييك وأحيي المنتقد الكريم. يعني حقيقة أهلا. يعني كثرة الاجتماعات وشبعنا من الاجتماعات والتنديد، وعلى مسار 5 أعوام متتالية العراق يستنكر ويستنكر، والانتهاك التركي موجود وبشكل سافر خلافا لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ولكن الذي يحدث خلينا نكون واقعيين، هو أمر في غاية البساطة لسبب بسيط جدا، وهو أن هناك فهم للسيادة العراقية وضعف القرار السياسي العراقي لوجود الميليشيات وعدم وجود قرار الواحد المركزي على الصعيد السياسي وتدخل الكتل السياسية العراقية في القرارات السياسية. وبالتالي لاحظنا بين حين والآخر يتعرض العراق إلى هجمات، وكذلك القطر السوري للأسف الشديد. التنديد والاستنكار لا يمكن أن ينفع الشعب العراقي أو الشعب العربي عموما. علينا أن نكون جادين ونتخذ قرار فاعل ورئيسي في مجلس الأمن الدولي. هكذا هو الحال، وهذا الواقع الذي يجب أن يدركه الجميع. نعم، الملاحظ دكتور أن هناك تحركات عراقية مكثفة في الفترة الأخيرة، وذلك لمنع دول الجوار من التعدي على سيادة العراق، لكن إلى الآن كلها في إطار التصريحات، كيف تقرأ ذلك؟ لا، شوف زميلتي العزيزة، أنت إعلامية ومتابعة جيدة، هذا الكلام لا ينفع ولا يمكن أن يقره العقل يقبله المنطق. استنكرنا على مدار عقد كامل من الزمن، واللي حدث إيش؟ اختراق الأتراك بين حين وآخر للأراضي العراقي عبر أسباب ودواعي واهية. الواجب يقتضي ما يلي: أن العراق يشتكي في مجلس الأمن، ويلزم الحكومة التركية باحترام القديم العراقي والتراب العراقي. والسبب الرئيسي الذي يؤدي إلى هذه الانتهاكات هو ضعف الجيش العراقي وضعف القرار السياسي العراقي وسيطرة الأحزاب التابعة لعدة الدول المحيطة بالعراق. ولو كان لدينا حكومة واحدة ومركزية واحدة وسياسة واحدة وقول واحد لما حدث هذا الذي يحدث. للأسف الشديد نحن نعيب الناس والعيب فينا. علينا أن نكون واقعيين ونقرأ السياسة بشكل جيد. الانتهاك التركي مستمر ويبقى مستمر لسبب بسيط جدا كما قلت لك قبل قليل، وهو ضعف القرار السياسي العراقي وسيطرة الميليشيات على القرار السياسي العراقي للأسف الشديد. نعم، اليوم رئيس الوزراء العراقي في إيران، وعلى رأس المحادثات ستكون التطورات الأخيرة في العراق لا سيما القصف الإيراني. ما المتوقع برأيك دكتور فارس؟ هذه زيارة، شوف أنا إنسان واضح وصريح ولا يمكن أن أجمل حساب مصلحة الشعب. هذه الزيارة هي لتلبية الطلب الإيراني والمتطلبات الإيرانية وتقديم الولاء للحكومة الإيرانية، وليس له أي علاقة بالانتهاك التركي للسيادة العراقية. ومن يقول خلاف هذا الكلام إنما يغرد خارج النص تماما. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فارس إبراهيم الكاتب، رئيس مركز أبابيل للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من بغداد.